الشيخ تأخر، ما هي من عوادي أتأخر. اللهم اجعله خير إن شاء الله، اللهم اجعله خير. أروح له ولا انتظر شوي؟ أبنتظر وانت أخر رحت له. خير إن شاء الله، خير إن شاء الله. أبو سند لازم أخليك تنام الليل، لازم أخليك تقلق، لازم أصحيك من عز النوم، أخلي أعصابك تتعب علشان تقول وين مكان الدعم. أبو سند بالسيف، تعال يا جبان، تعال، أطلع يا جبان. عزيزي يا أبو سند، آمل أن تصلك رسالتي وأنت في أتم خير وعافية. سلم لنا على خاصة نفسك يا أبو سند، ولا تنسى سند، ولا تنسى كل اللي يعزون عليك. أحب أخبرك يا صديقي إني رايح أبات في بيتك لين الصباح، واترك لك علامة على مبيتي عندك. أما بالنسبة للثروة يا عزيزي يا أبو سند، فمصيرها في يدي، تهوجس في الحوش ولا تدربي راسك ما علي منك. يا أبو سند أنت أضعف من أنك تتحداني. توقيع المخلص إلى الأبد أبو مشعاف.
لهالدرجة مستخفيني هذا؟ هين قال ايش يبات في بيتي؟ والله ما تخسر الا انت يا ابو مشعب. تعال انا اوريك. ما اعطيتك ضربة بسيفي ما اكون انا ابو سند. هين يا حرام الغفلة. انا ولا انت؟ بسم الله. إيفان سند في شيء إيفان؟ ما في شيء ولدي. أزعجتك أنا؟ لا لا. طيب قلت ليش الحين ما نمت؟ لا ولدي أنا نمت وصحيت. نمت وصحيت نامت وارتاح. صباح الخير. وأنت من أهل الخير. نعم ولدي. بسم الله عليكم.
عزيزي. لا حول ولا قوة إلا بالله. وراي وراي طبعا أنا دورت في كل مكان وما لقيته. بس هو يقول إنه راح ينام في بيتي اليوم. خواف وخواف من درجي أكيد سمع أبو سعد، عارف إنه مو سهل. أكيد خواف. قال أبو مشعب، قال أبو مشعب ولا شيء. الله يبارك فيك يا أبو مشعب، لا خليتني أنا عن باب ليل ولا بنهار. المخلص لا مو سهل، لا لا مو سهل. المخلص بسم الله. لا 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 لا. لا لا انا جاهز. الله يبارك فيك يا ابو شعب، الله يبارك فيك يا ابو شعب، الله يبارك فيك يا ابو شعب. انا جنني جنني يا ابو شعب، جنني 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 يا ابو شعب. لا لا جميعا برنامج الحصن. هذا البرنامج هو البرنامج الأكثر شعبية في العالم، عبارة عن فريقين، فريق للهجوم وفريق للدفاع. من سيهزم الآخر؟ الحصن الاثنين الرابعة مساء على قناة ذكريات. لقطات كوميدية، مقالب مضحكة تدخل السعادة إلى القلب، في مشاهد خفيفة. اسمعين بي أبو مناخير. مين؟ خيب خرير على خيب خرير. مشاهد خفيفة السبت 9:30 مساء على قناة ذكريات. حرف الميم. ميم 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 يجمع بين العلم والمعرفة والتسلية. خبير اللغة في خدمة. بمشاهد طريفة. برنامج الذي يتطلب تركيزاً. لا أعرف هذا. تفصل وتفسر اللغة العربية. سيارة في معطل. المنال. المناهل يوميا ما عدا السبت 4:30 مساء على قناة ذكريات.
صار لكم يوم بس وقدر يسوي كلها للعيب. هب يا ابو مشعاب، يعني انك حرام محترف. واخيرا يا ابو سند جاك من يطلع الثروة اللي انت موزيها، جاك من يحرق قلبك عليها. مسكين يا ابو سند، ما يدري المسكين بانه حاطم في بيته عدو خطير، ما يدري بان ابو مشعاب متربع في مجلسه بكل امان واطمئنان. الحين تاكدت وتيقنت بان ابو مشعاب يبي ينجح باكتشاف مكان الثروه؟ مساله وقت وبس. نعم، ما صار له اسبوع وتربع في بيت ابو سند. وما هو بس وكذا، لا يكرمونه ويخدمونه. يا ترى وش مسوي الحين يا ابو مشعاب؟ عزيزي يا ابو سند، الليلة في بيتك تركك علامة على مبيتي عندك يا ابو سند. بعدين ما هي قلت له طول الليل وليش؟ وإنني سأحصل على ذروتك لو دسها في آخر الدنيا. أكيد يسويها. هين أبو مشعب، هين. أنا وراك بالزمن طويل. هين! لا يا أبو سند، لا. لا لا، كذا مو زين. كذا مو زين، لازم أطلع لنا. لا تدعس علي. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. شلني على المسند. حطني. Thank you.
مسكين راح ازعجك يبا، خليه يرتاح احسن. بس انا اخوف انهبل لو جلس لحالي. الله يبارك فيك يا ابو شعب، الله يبارك فيك يا ابو شعب.
أكيد يتهيالي أنا. أكيد يتهيالي. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله من الشيطان الرجيم. يا قيوم. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا طول الليل ونمت ما غير فتش في البيت يا ضروة يا جوة الله لا يبارك فيك. حرام اي حرام كذاب حرام عقول زاد عقول كذاب اكيد سمع عن ضربات ابو سند بالسيف طوال الله لا يبارك فيك جسمك كله كف ما نمت ما نمت خلنا نتوضا ابرك من هالافكار كلها ان شاء الله ربي يقوينا عليك ان شاء الله بسم الله الله اكبر السلام عليكم ورحمه الله لا اله الا الله يا رب الله كان هو المعتدي وحد الله ما تسمع عني غير الأفعال السيئة جواهر بنت الشيخ الحميد صحيح وما شاف لكن قلبه حب قلتك مالك الرجل اللي أريده وحد حقك براسك وخلك من الأفكار يبقى أنا مريد تجوز جواهر تدوس على قلبها ولا تنهار كرامتها متعب الشقاوي يوميا السابعة مساء على ذكريات حلقة جديدة من برنامج
فيكم وتر وسمر. حماك الله يا ديرة حماها مضربا. يا سلام يا أبو شاهد. قادم من جنوب المملكة. إن قلب المستهام دب وجدان. حقك علينا يا وطن يا وطن. المحبة عذاب. شكرا مشاهدينا الكرام على متابعتكم الغالية. يا فهد كلنا مركزون. يا فهد وتر سمر الأحد 11 مساء على قناة ذكريات. أجواء من الحماس والتحدي. السرعة والقوة هي شرط للربح. منافسات متنوعة تشاهدونها في برنامج تيلي ماتش. تيلي ماتش الخميس 4 مساء على قناة ذكريات. الحين طامر ما حد اشترى منك. اسمع يا رب طالب خليك معي انت وياي طالب طالب يا ابوي. اسمع السوق يا ضا يا غضب غضب معك معك طالب احنا السوق ما نبغى نلفت انتباه احد ان شاء الله. ركزوا معي زي الناس ان شاء الله. ان شاء الله الرساله دي اللي وراك اللي وراك لا يهمك ذا ما غير طامر بس كل حلال طالب حبيبي. الرسالة دي توصل لك سند. لما قلت قبل شوي طقيت صدرك وعطيت البزر. شوف لو ثاني مرة يمين بالله أعطيكم شيء أعطيكم أوامر تروح تعطيها بزران ولا تعطيها عجايز والله يا غضب ما تلوم إلا نفسك في البيت. ما تتكرر. خليني أشوف. ما تتكرر في الغضب أفرض طالب. نعم مفضل. تعرف عليكم البزر. سلام. لا تعرف وعلم أبو سند. علم أبو سند. كان كشفنا كلنا. أنفيك صح. كنز. يا تعب. طالب في السوق. زينة. يا شباب. الدار رحمن. الدار رحمن. أمان طال عمرك. تحطوا فيها حصات. تحطوا في رسالة حصات. وتخاتلونه أبو سند. شوفوا هناك من جبر. شوفوا منسدح ما غير يتسدح. ما غير يتسدح. تحطوا فيها حصات وترمون هذه داخل الدكان انتم بانفسكم بس على شرط ما واحد من الجيران حقين ابو سند ينتبه لكم. حط حصات هالكبر. حصات صغيره. حصات صغيره. نفلقه. تفلقه ما تفلقه المهم ترمي عليها رساله. ابوي انت. خلاص؟ ابوي انت غلط. ابوي انت ظالم. الله الله يا شباب خلاص خلاص فكر اتكل على الله فكر الدرمان. شوف الطريق شوف الطريق راح.
لا يا مخلص والله عليك كنت حلم؟ شو حلمت فيه؟ علمني تراني أفسر الأحلام أفسر الأحلام. ما شفت أحد؟ كنت ماشي ما شفت أحد. إيوه ما شفت أنت؟ إيوه ما شفت أحد. وين جاي؟ خير وشان. شوف شوف ايش جاي بعد؟ فلوس. شوف فلوس. شوف يا أبو حصاد حصاد رجع فيني. خذ شوف 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 ليش؟ خلّه بس خلّه كذا خلّه تركها بس أنت لازم أسمعك فيها ولا عشان البصمات خلّه. طيب بخر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وش فيه؟ أبو أبو مشعاب إذا قال فعل. شو؟ البارحة كنت في بيتك حتى أذان الفجر وخاطبتك بلساني وتركت لك أثر في مكاني، وإذا أردت أن تعرف المكان يا مغرور فمكاني البارحة في التنور. الله شعر ذا شعر شعر. إذا أردت أن تعرف مكاني يا مغرور فمكاني في التنور. يعني الله 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 أمس نام في التنور. ها من هو هذا؟ في التنور من هو اللي نام؟ الله لا يبارك فيك. ها الله لا يبارك فيها مستول الليل يا أبو جاب أحمد. شو شو هذا وشو؟ الثروة لازم أسرقها. يا مغرور مرة ثانية. مرة ثانية. لازم أخليك تجلس على التراب. تجلس على التراب وحلالك يصير ملك أبو مشعابي. ذا شاعر ذا. لا تلمس الحصاد. وشو؟ خليك في الحصاد. لا لا. خلي عشان بصمة. شوف يا أبو جاب. شوف يا أبو جاب. فمهما. إيه. هذه ما عرفت. هي مهما. مهما. فيها مهما بعد. مهما عرفت هذه مهما حقت ابو مشعب. صح صح هذا توقيع هذا ما يبغى لك نفس الخط ابو مشعب نفس الخط. خلاص عرفنا المس الحصاد المس خلاص حقت ابو مشعب. انا اعرفها. تفضل تفضل. شلون جتك؟ شلون جتك؟ قطعت قبل الله يبارك. شلون وصلت؟ شلون وصلت؟ يا اخوي ابو جبر نعم طول الليل انا ما نمت امس. ليش خير؟ ما نمت خوش خير. تسهر 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 انت الله يهديك. تسهر طول الليل وانا سهر. ايه وانا بهالحوش وادور بالغرب ورحت. وش عندك؟ وش عندك تدور؟ تنور. تنور. اذا كنت تريد ان تعرف مكاني يا مغرور مغرور فمكاني في التنور. التنور معروفه هذه بعد. التنور ابو جراح. التنور وش عندكم؟ التنور قبل ابو جراح. وش فيكم؟ قبل ابو جراح. يا ابوي ايش فيك؟ خلنا ندور عليكم يا ابوي. لا يا ابوي عذبنا بالحصى. يا ابوي كم يا ابوي رجل لي اخر بس شو عجبني خليك معه اخر بس تذهب علينا. تكفى يا ابو جراح انت جايبني ضيف عندك عشان يرجموني يا ذولي الحصى. عزيز وغالي يا ابو جراح طلبتك يا ابو جراح. وش هو امر عيوني لك بس لا تتعرضني للمجرم. لا لا انا ان جاي شيء بصدعك كذا لان بحوط كذا لا تخاف. ترى كلام لا تخاف ليه من لا رجاجيل قولوا فعل. ها ترى إن شفت بأذبح أنا ترى أكل الرجاجيل. أنا تخاف أنا بسند يا أبو جراح علي ضربة سيف. خلاص ما دام عليك ضربة سيف علي ضربة سيف. شو شو وين بتوديني أنت الحين؟ قم روح البيت. يلا توكل على الله. الغدا نتغدى إن شاء الله. يا أبو جراح خلنا نروح. شوف شوف شكله التنور. شوف التنور. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تكذب من أول يا أبو جراح البحث. يا أبو وش صوتين هذا يقول كافة النور. كافة النور يا مغروري. وخاطبتك بلساني. بلساني. أنا أمس. أنا أمس كنت سمعت أنا أقول هو. ترى صوت أجش. أجش. صوت أجش. إيه. وبعدين تحس إن فيه واحد هنا منزل في جرده. يا سلام عليك. وكذا غاب. واو. إيه. إيه. حسبي الله عليك. قال شيء. طويل. قال شيء. ما شفت أنا. طويل. بس قد الجدار قد الجدار كذا تشوف رأسه من فوق الجدار. لا إله إلا الله. ترى يطير في الليل انتبه. من يطير؟ يطير في الليل أبو شعاب. يطير. يطير مسكين إحنا. إيه إلا الله. يكره ورك إنك مسكته ومن تفتح يدك ما تلاقي شيء. جني. هاد شو يعني؟ كل قاطع طريق. ليه؟ قاطع طريق. أقول لكم. تفضل. تعال معنا. فل. خلنا نتغدى. لا يا أبوي. خلنا. شو غدانا هنا؟ شو غدانا؟ يا أبو جراح خلنا نروح. لا ما رايح. خلنا نروح. طلعت خلنا نروح. يا رجال تلعب علي. أنا رجال كبير ما صدقت هذا أنحاش منه. تبغى توديني لا؟ أنا أخوك. أنت خواف. ماني خواف يا أبو جراح. أنا خواف. أنا مالك خواف. وش تبيبي؟ وش تبيبي؟ وأنا مالك خواف. وش تبيبي؟ أنا بس أنا كنت نايم. كنت تعبان ما نمت طول الليل. هذا ما يخليك تبيع ولا بقرش ولا نايم. تجي تنام في الدكان. ما جاني أحد والله. والله ما أدري. ضحكنا علينا ولعبنا على القرية كلها. أنا أكبر تاجر بالقرية. من يوم جيت عندك ولا واحد اشترى منك بلا لعب بلا كله منه. أنا أجي وأنام بس أنام. هذا وين سند؟
انا قايل لسند ذا لا يتحرك من المحل. بس انا بشوف سند الحين. ابو جبر خلني الله يرحمه اقراها. خلني اشوف البيت. خلني اروح البيت زين. خلني اقراها. خلني ذبحتني فيها يا ابو جبر. خلنا نروح التنور. يلا يلا. قم يا ابوي قم. بسم الله الرحمن الرحيم. قم قم. قدام قدام. قدام انا. قدام. انا ابو سند انا علي ضربك سيف. ما عليك. ما عليك تعال. تعال. بسم الله. السلام عليكم. السلام. خبزت في الصباح فيه. يا أم سند. يا أم سند. يا أم سند. أم سند. أيوة أيوة. تعال تعال أم سند. أقول أم سند. أنت خبزت الصبح. أيوة. لقيت شيء في التنور. إلا لقيت. لقيت الفاس في التنور. بس ما أدري من هو اللي حطه. أنت حطيت الفاس بالتنور يا أبو سند؟ إيه إيه يا أبو سند. أقول يا أبو مشعاب الظاهر أنت ناوي تذبحه وتجننه. أهو أنا لازم أسوي كذا يا عيال، لازم أسوي كذا. نعم. وليش يا عم أبو مشعاب لازم تسوي كذا؟ أبيه خاف. أبيه يقلق على مكان الثروة، فهمت ولا لا؟ طيب وش الفائدة إنه يقلق على مكان الثروة؟ يبقى الحلال وراك أنت. إذا قلق على مكان الثروة عرفناها يا غبي. أمك تقول أنا ذيب؟ أم ذيب. طيب آخر سؤال عم مشعل. يلا. علشان يتفقد مكان الثروة، ليش يقلق على مكان الثروة؟ يا غضب، معلش. يا مغفل، يا مغفل. إذا قلق على مكان الثروة راح يتفقدها. إذا تفقدها عرفت مكانها وجبتها. الله 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 أبو شعب داين داين. من هو أنا راعي الثروة؟ يا شيخ. اسمع يا غضب. أبشوني فراش تعبان وأبغى أرتاح. ترى البارح ذبحنا التنور. ظالم أحني. ظالم. راح أفرش لعمك فراش. أبشر يا ابن الحلال. فراش فراش فراش. معليش ظالمك. أقول ظاهر إنك تعبان وتبي تفتح. تعبان ذبحني يا رجل هذا قلت النور البارح بعد وهذا كمل الناقص. ما يخالف تبي غداك. لا 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 تصحوني على هذا ما أبي غدا أبي أرتاح أبي أصحى على راحتي. إن شاء الله أجي إحنا طالعين مشوار. ها وتنم وإذا قلت نطيح غداك. مفهوم. نعم. وش تبي غدا؟ طيب اسمع. ها غدا ما أبي بس خلوا عشاء. إن شاء الله. وأنتم طالعين سرقوا لنا شيء دسم خوخ قرح
شيء يستاهل. متى بحنشان؟ حنشان ما تسرق يقضى براءتك بتصير زي ظالم انت. لا لا نسيت. طب يلا يا ابو يلا طب القرى جاي. طول هيا ام سند وجه جديد. والله ما ادري يا بنتي انا محتاره. خير يا خالتي؟ ابو سند شايل همه بروحه حتى انا ما هو براضي يشاركني بهمه حتى ولده سند ما هو عارف سره. يمكن هو ما يبغى يزعجك ولا يزعج سند. بس هذا موضوع ما يهمه لوحده يهمنا كلنا يا ام احمد. انت لاحظتي عليه شيء؟ والله يا بنتي ما ادري. ابو سند ما هو ابو سند اللي اعرفه. قلق مهموم يفكر كثير يطلع من الغرفة بحذر علشان ما أسمعه ويرجع بحذر. أكيد أكيد في شيء بس شو هالشيء ما أدري. طيب صالحي فاتحي حاولي تشتركين مع أبو هومة افتحي له صدرك. من عيني ونفسي أني أشارك بس أنا ما أحب أكدره. كيف يعني؟ مدام هو ساكت وما يبغى يفاتحني بمشاكله ما ودي أنا أكدر عليه بأسئلتي وأزعجه. إحنا عشنا عمر طويل واحدنا يحترم الثاني ويحترم مشاعره وسكوته وأنا حاسة إنه ما يبغاني أعرف أي شيء. الله يكون في عونكم. روح يا أبو مشعب الله يكفينا من شرك ويريحنا منك. أقول نمت كثير يا أبو مشعب. والله يعني نوم متقطع مع ركبة. عسى ارتحت يا أبو مشعب. يا ظالم يا أبوي نوم متقطع يا أستاذ يا نزي من لا شيء. يلا توكل الله توكل الله. أقول يا أبو مشعب متى يشوفك؟ الظاهر يشوفوني كل يوم. كل يوم؟ إذا ما يزعجك. لا والله بالعكس. إيه حسبت. أبو مشعب بدنا نشوفك كل يوم وكل ليلة وكل نهار عشان تعلم من السفيد. بارك الله فيك. أقول يا أبو مشعب أقول يعني وش اللي خلاك تغير خطتك؟ أي خطة؟ أما كنت تقول إنك تشاوف كل فترة وفترة. أي هذا كول. الحين شغلي صار كله بالليل. وأنا حقيقة ما ودي أنام في بيت أبو سند عشان لا يحسهم شيء. أقول يا أبو مشعب. نعم. تعتقد المسألة مطولة؟ والله يا عيال الأسبوع ذا الجاي حاسم ومهم جدا. من هو اللي حاسم؟ حاسم الأسبوع حاسم يعني بنكتشف أشياء مهمة جدا يمكن تنتهي إن شاء الله مهمتنا. يلا ولا كثر أسئلة. شم؟ أنا قلت لكم ألف مرة أسئلة ما أبي أسئلة خلوني أشتغل. ما لكم إلا ثروة تبون الثروة ولا لا؟ نبي الثروة طالما. يلا يا أبوي أنا بروح الحين أرتاح في غرفتي. إيه على فكرة الفراش حقي ما أبي أحد يلمسه خلوه جاهز. أنا بأجلس عندكم سمعتوا؟ إن شاء الله يلا ثبلوا.